الحجاج سيرد باك في تشكيل الفريق نادي الاسد. تاني كره يقولوا فيه وسب على الخصم او على الغريم لكن تمشي الامور. تاني البقنيه حلوه قوي، فرصه امامنا، افراد، خلص 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 خلص، والعارضه العارضه العارضه تنقذ ويضيع، يضيع فرصه كبيره امامنا هنا صلاح محسن للهدف الثامن ليه في هذا الموسم والهدف الاول لفريق نادي انبي في هذه المباراه. يضيع انفراد تام امامنا هنا الفنان الموهوب الموجود على ارض الملعب صلاح محسن، خد المساحه وتعاملت بشكل حلو قوي، ضرب فيها الدفاع وضرب التسلل مع الانطلاقه من جانب صلاح محسن الموهبه على ارض الملعب.